اذا مرحبا بكم مشاهدينا الكرام مشاهدين قناه شوف تي في في هذا البث المباشر مباشره من شتوكا إتباها، يعني مع عبد الله، يعني خبير في الطب البديل، يعني الامراض، يعني بحال السياتيك، يعني عرق النساء عفوا او القولون العصبي، يعني مجموعه الامراض اللي كيتصاب بها الناس وخصوصا الشباب اللي هما كيعرفوش شنو المرض ديالهم، شنو النوعيه ديالو، وما كيعرفوش فين يلجو وفين يتعالجو. فاليوم سي عبد الله يعني غيكشف لينا مجموعه ديال الاسباب اللي يعني اللي كتخلي ان هذا المرض يكون في الانسان، يعني وايضا الحلول باش يتفادى هاد المشاكل هادو. سي عبد الله مرحبا بك على قناه شوف تي في. السلام عليكم. قرب منك واحد شويه. السلام عليكم، انا سي عبد الله من سليبين. ملقب كاين كيقولوا بوفوطه، كاين كيقولوا ام البركه، انا ماشي ام البركه، ام البركه هو سبحان الله تعالى، البركه كيعتبر الانسان اللي بغى. المهم ما عليناش، اليوم غادي نهضر على بعض الامراض اللي هما سياتيك، يعني ما يسمى بوزلو، وغادي نهضروا على حاجه ثانيه، يعني الاسخوز، الاخطفوز، يعني الاخطفوز كتكون، يعني كاين الاخطفوز كتكون في العنق، و بعض الحالات كتكون في يعني في الركبه، يعني بالاخص النساء. علاش النساء بالضبط؟ كيكون السبب الاول هو الوزن، والسبب الثاني هو الطالون، يعني كاين النساء كيلبسوا الطالون، يعني ما كيكونش الكاليبراج في هذا في الرجلين. على كل حال انا غادي نبداو في هذا في العمود الفقري، يعني في العنق. غادي نبداو بالارقام، يعني كل فقره عندها الرقم ديالها. فقره يعني سي ان، سي دو، سي تروا، سي كات، سي سانك، سي سيس، سي ست، هادو كاملين يمكن كيسبوا يعني التلمات، يعني كاين بعض الناس كتكون عندهم تنمل في اليدين، يعني اللي كيتنمل ليديه، كتنمل اليدين ما كيعرفش شنو السبب. وكاين اللي يعني ملي كاين انسان اللي كيدير ليريم، يعني السكانير، كيقولوا الطبيب راه خصك، كاين بعض الادويه، الادويه ما كيدير والو، لي كالمون، يعني كيعطيو غير مهدئات، المهدئات، المسكن، على ما ياتي. اما العمليه، اما بعض الترويض، يعني علاج فيزيائي، داكشي اللي كندير انا، علاج فيزيائي. شنو معناتها علاج فيزيائي؟ نشوف دابا هاد الغضروف هذا اش كيوقع ملي كيكون داك الاحتكاك، هاد الغضروف هذا كيقص، يعني كيدخل لينير. الناس اللي عارفين الدومين هذا راه غادي يعرفوا شنو معناتها لينير. شنو هما يعني الكثرة اللي نحيناها، هذا هو السبب ديالو، وهادشي راه كيتعالج بدون عملية، بدون مسكن، 100%، يعني الإنسان يدير السبب والكمال. غادي نزيدو هذا، يعني يعني قلتي لنا السياتيك كاين مجموعة ديال الأنواع، بزاف ديال الأنواع في السياتيك، يعني تقدر تعطينا بعض الأنواع من هاد المرض هذا؟ هاد الانواع هذا كاين دابا، نقولوا مثلا غنبداو في العمود الفقري، بعدا نبداو من الناس، كاين في من الرقبه، كاين سي دو، سي تروا، سي كات، سي سانك، سي سيس، سي سات. سمحوا لي ما كنشوفش بزاف. اوكي غادي نبداو، يعني كملنا، يعني سي سات هادو ديال العنق. غادي نبداو يعني من العنق لهذا سنتو، يعني بالفعل، يعني غادي نهضروا بالارقام، يعني الفقر كاين تي ان، تي دو، تي تروا، تي كات، تي سانك، تي سيس، تي سات، تي ويت، تي ناف، تي ان ديس، تي اونز. فهمت. من بعد غادي نهضروا على المشكل اللي كيكون فيه السياتيك، غادي نهضروا على ال ان، ال دو، ال تروا، ال سانك، ال كات. هادو كلهم ساهلين. اشنو هي حاجه يعني الحاجه اللي هي خطيره؟ غادي نجيو لهنا، كاين اس ان، اس دو، اس تروا، اس كات، هادو هما اللي هما حالات خطيره. شنو هما الاعراض؟ الاعراض هما ملي كتكون تنمل، يعني الانسان كتكون تنمل وكيهبطوا كيهبطوا سميتو الالم على الترجي هذا، يعني الممر هذا، يمكن كتشد في
يعني الاغلبيه في الرجل اليسرى. لا ماشي هذا الرجل، يعني كل واحد كاين كيشدوا في اليمين لكن على حسب هذا. ولكن الحاجه يعني الحاله الخطيره هي الانسان اللي كتكون عنده الكاد انسان اس ان، هادو هما اللي صعب. وهذا اشنو الالم، الالم هو شنو كتكون تنمل وكيكون يعني داكشي كذا بحال الضوء. يعني في عطينا المنطقه يعني البلاصه اللي كيكون فيها الصداع باش اوكي واخا الناس يردوا البال، يردوا البال. يعني الكات انسان اس ان هما اللي هما صعاب بالنسبه يعني انا الحمد لله ما صعب عليا والو. الحاجه الصعيبه هي الكات انسان اس ان. اشنو التشخيص؟ انا كندير يعني انسان كندوزو سكانير غير هكا كنعرف اشنو البلاصه بالضبط اللي كي سميتو. انسان ما كيقدرش يتمشى على سبعه ديال رجلين، يعني هذه حاله يعني وصلت لهذا. الانسان ما كيقدرش يتمشى على القدم، يعني هذا خصو العلاج يعني ايرجونس، يعني خص يبدا في العلاج ديالو. ولي تريتمون راه ما هذا ما كيخلي والو، يعني العكس كعندهم الاثار الجانبيه. ايوا هذا الشيء اللي كاين. وشوف دابا شنو هذه الاس 5 سي 5 راه كتعطي الالم لليدين، مثلا التنمام في اليدين ولا يعني بحال كورون بحال الضوء. المشكل راه كيجي من الفقرات ديال هذا، يعني لاخت خوز، يعني العمود الفقري مسؤول على هذا. اي لاخت خوز، يعني لاخت خوز هي اللي لاخت خوز كتشد بزاف الناس اللي كبير في السن وداك الشيء كيكون وراثي. وباش نتجنبوا لهذا الشيء، يعني نتجنبوا لهذا المشكل هذا، يعني الانسان يعني الاسباب ديال هذا الشيء، يعني رفع الاثقال بطريقه عشوائيه والانحناء بطريقه عشوائيه، بالاخص لي فام يعني النساء هما اللي كتصاوب هادشي لانه كيكون الوزن زايد. داكشي علاش كيسميو عرق النساء؟ عرق يعني عرق النساء كاين اللي كيقول لك يعني هذاك العرق الا كان هذا العرق. دابا كاين اللي كيضرب العلاقه، يعني كاين اللي كيجيب هذيك الزوزه كيضرب العرق كيخرج من داك الدم، ولكن هذاك ريسك. يعني ما كاينش الطريقه العلميه اللي كتثبت بان راه كاين علاج 100% يعني عشوائي، يعني يمكن تكون عنده اضرار جانبيه. الحمد لله انا كنعالج، ما كان كوي، ما كان ضرب العرق، ما كنديرو والو. يعني كنشوف انا كان انسان كيجي واحد الانسان كندير له الفحص السريري، يعني كدير له التشخيص. التشخيص يعني كنشخص المرض ديالو، كنشوف يعني كنحط له واحد الطابيه تما، يعني عندي انا سميتو انسان كيتمشى كنشوف، يعني كنعرف شنو انا كنعرف المشكل بالضبط فين، كنعرف المشكل بالضبط بالفرق بالارقام بلا ما ندير سكانر، غير كنقول تمشى زيد هنا وقف هنا وقف هنا، كنعرف شنو بالضبط البلاصه اللي كيضرو بلا ما يخسر الفلوس ديالو في السكانر. لانه السكانر ليرين الرنين المغناطيس، يعني كل واحد كيفاش غادي يفهمو. والحمد لله يعني توافقنا بهذا العمل هذا، يعني حتى الناس بزاف تشافوه الحمد لله ولله الحمد. ايوا هذا الشيء اللي كاين. كاين شي سؤال اخر استاذ؟ يعني بالنسبه للناس، يعني كاين مثلا اللي كيكون عنده صداع وما كيعرفش فين يمشي، يعني يتجه بالنسبه للوكال، يعني لوكاليزاسيون العنوان امام حمام شتوكا سي دي بي شتوكا اي تباعها باين، يعني ما كاينش اللي ما عرفش مورفو. كاين اللي كيقول كاين اللي كيقول بفوطة، كاين اللي كيقول شنو السر ديال هاد الفوطة هادي؟ السر ديال هاد الفوطة، يعني السر هاد الفوطة هادي، يعني السر ديال هاد الفوطة راه كيديروها الناس من قديم الزمان، يعني من عهد الفراعنة هي كتحيد التسنجات. لكن السر شنو هو السر؟ انسان ربي سبحانه وتعالى الى عطاك البركة. اشنو معنى يعني؟ شوف انت لانه النية ابلغ من العمل. الا عندك النيه راه غادي تبرع، ما عندكش النيه بلا ما تجي بلا ما تضرب تما راه وتخسر الطريق ديالك، وهذا لانه هو في الاخير الشفيع والله. الناس كيفاش غبا يتفاداو يعني هذا التبرع؟ اوكي هذه مساله مهمه. الانسان اللي بعد يعني الناس كيفاش يحميو رقصهم يعني من هذا المشكل هذا؟ انسان يتفادى يعني رفع الاثقال، لانه كاين الانحناء بطريقه عشوائيه وكاين الطريقه يعني رفع الاثقال بطريقه عشوائيه. والانسان غسيل غادي ليه في يعني في النعاس، الانسان ما خصوش ينعس في يعني في الناموسيه ولا ما عرفتش شنو كيقولوا. خص الانسان يعني واخا يقول لك ميديكال ولا كذا ولا كذا، لا داكشي هذا الانسان ينعس في الارض.
والوزن، حتى الوزن هو انسان الوزن عنده دور كبير في هذا المرض هذا. الانسان خصو ينقسم الوزن، ما يعني ما يهزش تقل بزاف، لا ما يهزش تقل الوزن، حتى هو الانسان عنده الوزن، يعني لانه الانسان خصو يحيد الوزن اللي باني، يعني خصو الانسان يحيد هذا. علاش بالضبط النساء كيصيبهم هذا المشكل هذا؟ لانه كاين الوزن، وبالاخص الناس اللي عندهم 30 سنه الفوق. وكاين دابا علاش الانسان كيضرب هذا العرق هذا؟ شتي دابا هذا الالتراجي هذا، يعني كاين الكاختلاج الغضروف. الانسان اللي كيهز الثقل ديك الماده كيسموها غضروف، كتقيس داك العرق وكيعطيه الالم، ومن بعد كتعطيه التنمل. يعني الا وصلت يعني وصلت التنمل، يعني راه يعني وصلت لواحد الطريقه، يعني وصلت واحد الحاله شويه صعيبه. واحد الاخ انا في الكومنتات كتسول يعني على الالم اللي كيكون في الركبه، شنو لاخت خوز كيكون السبب؟ إيه لاخت خوز، هذيك لاخت خوز هذا، ويعني بزاف ديال الناس يعني لاخت خوز بالاخص العنق. الا كان ممكن تقرب لينا العنق هنا، الا الاس دو اس 3 اس مش اس عفوا يعني الفقرات ديال العنق يعني تقدر تاثر على الركبه يعني. لا يعني هذه اللي صعيبه يعني بالنسبه للركبه، الوزن يعني ديك الغضروف، يعني داك الكخيلاج ما بقاش كيكون هذا، كيكون داك الاحتكاك. واخا دير العمليه واخا 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 واخا، الانسان 100% خص الانسان ينقص من هذا من الوزن. ني واحد الشيء اللي كاين استاذ، كاين شي سؤال اخر؟ يعني استاذ الله فين تعلمتي يعني هذا؟ واش نقول لك؟ تبارك الله، شوف الا كان ممكن تقرب هذا من شويه هكا. الحمد لله انا تحصلت بعد الشرائط في يعني خارج ارض الوطن وفي المغرب. انا ديجا كنخدم في كنت خدام في اوروبا يعني خارج ارض الوطن. هذا الشيء اللي كاين، وكاين شويه ديال البركه ديال الله سبحانه وتعالى، ماشي ديالي ديال ماشي انا، غير سبب كندير سبب اللي جاب النيه ديالو راه غادي يبرا. والمشكل دابا فين كاين؟ الناس كيجي الحصه الاولى كدير معاه باش يرجع الحصه الثانيه، ما خص الانسان يتبع. اللي عنده تنمل في رجلين نورمالمون خص يدير خمسه د الحصص حتى لنهاد الحصص، يعني من خمسه حتى لثمانيه. وبالنسبه للناس بالنسبه للناس اللي عندهم الوزن، كاين واحد الاخ اخر كيسول قال بلي فاش يعني فاش كيكون كيجري كي عاد كيجيه الالم حتى كيكون كيجري. لانه الديسك هذا شوف بالضبط، ها ملي كي هذا عندك كاين الكات اس ان والاس ان هي هذه بالضبط، حيت هنا ما غاديش كيكون داك السكوس. ملي كيكون داك السكوس يعني هذا الكاخيلاج هذاك الغضروف، يعني العظام كيتحكم على كيتحكم. ملي كيكون الفيبراسيون كيعطي الالم، يعني كيعطي الالم لهذا هذا، لانه العصب الورقي يعني العروق اللي هذا في جسم الانسان هما كاينين هنا في الفقره 4 و 5. يعني وايضا اللي يعني كيتصاب بالبرد يعني في الظهر. لا البرد هو شنو المشكل ديال البرد؟ البرد هو كيجهر، البرد ماشي هو المشكل، البرد هو كيجهر. يعني ما كاينش شي حاجه علميا كتبت، ولكن اللي عنده هذا المشكل ديال السياتيك كما يسمى بوزلوم، ملي كاين انسان كيصبان ولا كي هذا ولا هذا ولا هذا كيتجهل على الانسان، لانه دوك الفقرات عندهم كيكون داك الاحتكاك، ماشي الاحتكاك، لانه الانسان اللي عنده الاحتكاك راه ما غاديش يقدر يتمشى. وكاين ناس بزاف ديال الناس يعني ان شاء الله غادي ندير واحد الدفتر ذهبي ان شاء الله في العام الجاي، ان شاء الله غادي ندير واحد اللايف باش نشوف يعني اي واحد جا عندي غادي نشوف نشد عنده المعلومات وكذا وكذا، هذا نشوف اشنو المشكل اللي كاين. المشكل اللي كاين هو رفع الاثقال، يعني الثقل هو السبب ديال هذا. الانسان طيب راه هو بنادم دابا كيجي عندك كيقول لك ما كاين والو، راه خصك دير الحصه الاولى. كاين اللي كيبرا من الحصه الاولى كيبرا، وكاين اللي كيدير جوج حصات، كاين اللي كيقول غالبا تقريبا انا من الناس اللي كيجيو عندي كيجيو عندي تقريبا يعني 99% كيبرا، 99% كيبرا الحمد لله ولله. يعني شفنا قبيله اجانب يعني خارجين من هنا، كيفاش كتعامل معاهم وكيفاش كتشرح لهم يعني هادشي؟ هما عارفين هادشي راه كاين عالميا، هاد دابا بالاخص هادي بالضبط هنا، هادو راه هادشي علميا ماشي هنا في المغرب، هادشي راه علميا. يعني انا بغيت نترجمو بالانجليزيه ولا بالفرنسيه ولا بالعربيه ولا حتى بالامازيغيه، هادشي راه باين واضح فهمت. يعني هادشي راه باين، ما كاينش شي حاجه اللي هي
جبنا حنا ولا هذا ولا هذا سميتو. هذوك الناس ما كيعرفوش سميتو يعني هو كي هو دابا الاجانب هذوك جايين من انجليز هذوك دابا تقريبا راه شو عندي قبل داروا ثلاثه الحصص قالوا لي ودي واحد منهم راه كان في الكروسه ما بقاش دابا في الكروسه. هو السبب ديال السياتيك يعني السياتيك هو السبب هو السبب وهو عارف بانه علاج فيزيائي هو الدواء لانه العمليه 1% اللي كتنجح له بالاخص اللي عنده الوزن ثقيل يعني الانسان اللي عنده الوزن ما كتنجح يعني 100% ما غاديش ينجح كاع الا نجحت كتنجح مع واحد العام ولا 8 شهور ولا هذا كيرجع للمشكل نفس هذا يعني سالتك الاخيره هو الكلمه ديالي الاخيره اللي بغى يتكل على الله يتكل على الله اللي جاب النيه ديالو راه غادي يتشافى 100% ولا 200% اللي ما جابش النيه بلا ما يجي يجي ياكل الطاجين السدي بيبي ويرجع ايوا هادشي اللي كان. بالنسبه للرقم الهاتف هو 06 82 65 44 18 هذا هو رقم الهاتف والعنوان الامام امام الحمام الشتوكا سيدي بيبي عمل الشتوكا ايتباع شكرا اللي جاب النيه ابره اللي ما جابش غياكل الطاجين يمشي شكرا لك شكرا على